كيفية تخطي الإحساس بالظلم. هذه مشكلة، كيف أتخطى إحساسي بالظلم؟ تعرف ربما من أفضل وسائل تخطي الإحساس بالظلم استشعار أن الذي ظلمك في أي شيء من الأشياء ينبغي أن لا ينجح بظلمه في أن يهزمك في داخلك. اعتبرها تحدي. يعني إيش لا يهزمك في داخلك؟ يعني لا يتحول ظلمه إياك، لا يتحول إلى سبب ومبرر لوجود الكراهية والحقد في قلبك. لأن الذي يظلمك إذا نجح في أن يجعلك تحقد وتبغض فهو في هذه الحالة انتصر عليك، أنت هزمت أمامه. إذا أردت أن تتخطى أثر الظلم، إذا ظلمت ينبغي أن تتأكد من انتصارك على داعي الكراهية في باطنك. طيب كيف؟ كيف أعمل هذا؟ رشدت كما يقولون، واحد اثنين ثلاثة، وان تو ثري. أول شيء ادعو له في ظهر الغيب. صعبة، ادعو له في ظهر الغيب. دعاء مش دعاء الشتيمة، تعرف دعاء الشتيمة؟ الله يهدي ربنا يصلح حاله، كأنك تشتم بس عمل نفسك تقي، انك مش عاوز تشتم، انك انسان صالح. يعني جمعت بين مصيبتين، شتمت وادعيت الصلاح وزكيت نفسك انك تقي. يعني لا، ادعو له بصدق في ظهر الغيب. اللهم اصلح شأنه، اللهم نور قلبه، اللهم وفقه للخير، اللهم رده اليك مردا جميلا. في البداية ستشعر ان دعاءك له غير صادق، يعني انت من وراء قلبك زي ما يتقال في مصر، من وراء قلبك. فالنقطة الاولى الدعاء له في ظهر الغيب. النقطة الثانية تذكر ما يترتب على المسامحة. انت ما اخطأت في حياتك ابدا؟ طب الا تحب ان تسامح اذا اخطأت؟ تحب، سواء كان الخطأ في حق الآخرين. طب فإذا كان الخطأ فيما بينك وبين الله، هل تحب أن يعفو عنك؟ اعفو عن خلقه يعفو عنك. هذه النقطة الثانية. فالأولى الدعاء في ظهر الغيب، الثانية تفكر في المآل الذي يترتب على ذلك. النقطة الثالثة أن هذا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب في المطالبة بالحقوق. لماذا نتصور أن إذا سامحنا في قلوبنا ودعونا للمسيء معنى هذا أنه تعطيل لتحقيق العدل والحق؟ من أين جاء هذا التوهم؟ لا، تأخذ بالأسباب للمطالبة بحقك إن كان هناك حق، لاستعادة الحق إن كان أمر يتعلق بحق عام أيضا. لكن هذا لا 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 يلزم منه أن تستسلم للكراهية في قلبك، ألا تدعو للشخص في ظهر الغيب. وألا هذا سيدنا الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، سجنه العباسيون، هذا الوالي العباسي في المدينة سجنه وجلدوا الإمام مالك حتى انخلع كتفه رضي الله عنه. فلما أخرجوه من السجن، وعلى أين تعرفين على أين سجنوه؟ سيدنا الإمام مالك. الإمام مالك كان يفتي بأن طلاق المكره غير نافذ. طلاق المكره إيش؟ واحد جابوا له مسدس وقالوا طلق امرأتك الآن ولا تضرب بالرصاص، وقال هي طالق. قال الإمام مالك هذا غير نافذ لأنه مكره ليس مختارا. فجاءوا بعض المتبرعين، يعني تعرفوا بعض الناس يحبوا الخير كثيرا، راحوا للوالي وقالوا له إنما يقصد بيعة بني العباس. فيسوا الكلام، هو يقصد أن أنتم بايعوكم الناس مكرهين، وبالتالي يدعو الناس إلى التنصل من بيعتكم. فدعا الإمام مالك وقال له لا تفتي في هذا الأمر. قال إن سئلت أفتيت، وإن لم أسأل لا أفتي. فدسوا له من يسأله فأجاب، فأخذوه وجلدوه ثم حملوه على الحمار بالمقلوب. هذه من أشد وسائل الإهانة، وهي المرة الوحيدة التي مشى بها في المدينة على دابة. حياته كلها يمشي على رجليه أدبا مع رسول الله. قال أستحي أن أمشي على دابة في أرض مشى عليها رسول الله بقدمه. المهم بعد ما سجن وعذب ثم خلاص، يعني بدأ لهم أن يطلقوه، أطلقوه وخرج الإمام مالك. فتبعه الناس الذين في المدينة، يعرفون مالك إمام دار الهجرة، لا يفتى مالك في المدينة من التابعين. دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانتظروا أن يدعو على هذا الله. فرفع يديه وقال اللهم إني قد عفوت عنه فاعف عنه. دعا لمن؟ ها؟ للوالي الظالم.
قالوا الإمام مالك لما دعوت عليه له ولم تدعو عليه؟ قال إني أستحي أن آتي يوم القيامة وقد دخل بعض قرابة رسول الله النار بسببي. هذا من بني العباس. الإمام أحمد بن حنبل بعد ما جلد كان يجلد حتى يغشى عليه، لأن المعتزلة في ذلك الوقت أثروا على الحاكم، فبالتالي كانوا إقصائيين المعتزلة، فحبوا أن يلزموا الناس برأيهم بالقوة، فجاءوا بالإمام أحمد إما أن تقول بقولنا بالخلق القرآن أو تجلد، فجلد الإمام وقتل كثير من العلماء فيها هذه تحت التعذيب. فالإمام أحمد رفض أن يفتيهم بغير قناعته، الإمام أحمد بن حنبل بعد الجلد والأذى خرج رفع يديه ودعا للحاكم، فقالوا كنا نظن أنك ستدعو عليه. قال لا، ما ضرني إن أصلحه الله فنفع به أمة سيدنا محمد، هذا لو صلح إن الأمة لما تنتفع، أنا ليش أخلي شعوري بالألم الشخصي المتعلق بي أو بمن أحب حاجبا لي عن طلب المصلحة العامة للناس؟ قال إن أصلحه الله نفع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. يعني إيش يدعو له؟ يتمكن في الحكم أكثر؟ لا، أن يوفقه الله. ما معنى يوفقه؟ يلهمه الصواب والرشد. هذا في حق الأمور العامة، فكيف بالأمور الخاصة؟ واحد ظلمك في دراسة، أو زميل لك ظلمك في شيء، أو جارة أو صديقة أو أيا كان هذا النوع من الظلم، أو مدير في عمل. خلونا نتعلم نسامح، وصدقوني المسامحة ليست ضعفا، المسامحة قوة. تريدون الدليل على أنها قوة؟ أنها صعبة. هذا دليل أنها قوة، أنها صعبة، تحتاج جهد حتى تستطيع أن تسامح. لكن الغضب ليس بصعب، من السهولة ما كان أن تغضب وتسب وتشتم.